أهلا بكم. في مبادرة واعدة شهدت العاصمة المصرية القاهرة انعقاد المنتدى الاقتصادي للتنمية المستدامة، ملتقاه الأول برئاسة الدكتورة مناهل ثابت رئيس المنتدى والأعضاء المؤسسين وبحضور رسمي مصري. وقد تناولت جلسات المنتدى بحث الأوضاع الاقتصادية في اليمن والتحديات والفرص والحلول وخارطة الطريق الاقتصادية، إضافة إلى عوامل التنمية المستدامة بهدف الوصول إلى وضع استراتيجية كاملة لإعادة الإعمار. وقد خرج المنتدى بتوصيات أبرزها إنشاء صندوق مساهمات وطني وإطلاق منصة تعليمية رقمية. واختتم المنتدى الاقتصادي للتنمية المستدامة بتوقيع اتفاقية تعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية. أرحب مجددا بضيفتي في الاستوديو الدكتورة مناهل ثابت رئيسة المنتدى الاقتصادي للتنمية المستدامة، عضو الجمعية الملكية للعلوم وخبيرة اقتصاد معرفي. أهلا بك ضيفتنا الكريمة هنا في الاستوديو. عقدتم قبل أيام في القاهرة المنتدى الاقتصادي كما نعلم للتنمية المستدامة في اليمن وفرص الاستثمار هناك. هل كانت ولادة المنتدى هذا صعبة في ظل الظروف التي يمر بها اليمن الآن؟ والله الإرادة كانت أصعب، يعني الإرادة كانت صعبة أن احنا نحشد الجهود عشان نعمل هذا المنتدى. نعم. وعزمنا والحمد لله، رتبنا لحدود يمكن كنا 4 شهور نرتب لهذا الملتقى ما شاء الله، والحمد لله أنه يعني توفقنا وعملنا هذا المنتدى في هذه الظروف، والحمد لله يعني طلعنا بنتائج جيدة جدا الحمد نعم. لله. سأنتقل دكتورة مباشرة إلى التوصيات وأبرزها ما يتعلق بوضع استراتيجية أساسية لإعادة الإعمار. نعم. هل لديكم نقول تصور مبدئي لهذه الاستراتيجية؟ والله شوف، بالنسبة لاستراتيجية إعمار، بنقول إعادة إعمار يعني شيء كان مدمر وأنت تعيد إعماره. في أشياء ما زالت قائمة في اليمن وفي أشياء لازم تطور في اليمن، فإعمار وإعادة إعمار اليمن. طبعاً الاستراتيجية إلى الآن، حتى لو أي حد باحث اقتصادي حاول أنه يبحث في عن وجود استراتيجية لإعمار وإعادة إعمار اليمن، المعلومات تكون شحيحة جداً. هناك فقدان للاستراتيجية، فقدان يعني توافق الجهود كلها وتوحيد الجهود كلها في قالب واحد، بحيث أن احنا نخطط لأن اليمن استراتيجية إعمار اليمن وإعادة إعمار اليمن كيف بتكون، أولويات القطاعات مثلاً اللي بنعيد إعمارها وبنعمرها بعد أن تحط الحرب أوزارها. هذه الأشياء كلها بإطار زمني، بإطار ميزانيات عامة، بإطار مثلا شراكات، تحديد مثلا القطاع الخاص، القطاعات اللي بيدخل فيها القطاع الخاص أو المستثمرين، هذه الأشياء في قالب عام مفقودة. فعشان كذا احنا هذه أول نقطة ركزنا فيها. الاستراتيجية مهمة جدا 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 ان احنا نعمل استراتيجية لإعمار وإعادة إعمار اليمن عشان نعرف كيف نتحرك. طبعا هناك فقدان لبعض المؤشرات أو الداتا الاقتصادية، لكن هذا يعني لا يمنع ان احنا نحط الإطار ونحدث المعلومات طبعا إذا ما توفرت. يعني برغم شح الموارد لأنكم سعيتم في وضع الاستراتيجية على الأقل إطارية. نعم دكتورة، تحدثتم أيضا عن نقول ضرورة التركيز على الاقتصاد البديل في مجالات الطاقة وأيضا البناء، الخدمات، التعليم عن بعد. نحن نعلم أن دولة الإمارات خطت خطوات كبيرة في هذا المجال، هل يمكن دكتورة الاستفادة من التجارب في هذا الإطار، وهل تحتاج تهيئة اليمن لذلك وقت طويل؟ طبعا لو بنستفيد من الإمارات بنستفيد بأشياء كثيرة جدا كسامبل أو يعني نموذج، يعني نموذج رائع طبعا في الإدارة، في الشفافية المالية، في التمييز الحكومي والتمييز المؤسسي، أشياء كثير ممكن نتعلمها من الإمارات. لكن مثلا احنا عندنا في اليمن الواقع غير والاقتصاد غير، ولسه يعني العجلة الاقتصادية تكاد تكون متوقفة حاليا. فبالنسبة للطاقة البديلة مثلا الآن as we speak احنا يعني تقريبا 70% من البيوت في اليمن يستخدم الطاقة الشمسية،
فلماذا لا تكون هذه من الأشياء أو البدائل اللي أن الحكومة تنظر لها أنها تكون بالفعل من الأشياء المستخدمة فعلا في إنتاج الطاقة الكهربائية وما إلى ذلك من الأشياء البديلة أو الاقتصاد البديل بحيث أنه يدخل وبرضو نكون نحفز اللي هو 17 نقطة لأهداف التنمية المستدامة التي طبعا أعلنتها الأمم المتحدة ونكون فاعلين في تطبيق أهداف التنمية المستدامة وإصلاح وترميم الاقتصاد اليمني عن طريق الاقتصاد البديل. نعم دكتورة قلتم أنكم ستشرعون بتحضير للمنتدى الثاني ويكون عنوانه فرص تعميم ونشر الاقتصاد البديل في اليمن. ما هي مفردات الاقتصاد البديل الممكن باليمن؟ زي ما قلت لك الطاقة الشمسية مثلا الطاقة الشمسية هناك عندنا في مناطق في اليمن صالحة جدا لاستخراج الطاقة الشمسية مثل المناطق الجنوبية أو حتى المناطق اللي في الشمال ناحية الصحراء الربع الخالي فهناك مناطق تصلح لعمل محطات للطاقة الشمسية يعني لأن تعرف محطات الطاقة الشمسية أقل تكلفة بكثير من محطات الإنتاج الكهرباء وأصبحت مستخدمة الحين في كثير من الدول. أيوة بالفعل وصديقة للبيئة فهذه مثلا من هذا المنتدى نحن الملتقى إن شاء الله القادم نحاول نحن نستخرج الأشياء اللي ممكن تكون متوفرة وتوفر اللي هو الكلفة الهائلة لإعادة إنتاج مثلا الطاقة أو المواصلات أو الأشياء الأخرى ممكن تعيد عجلة الاقتصادية لليمن بشكل سلس وبشكل متوفر. أتمنى لكم التوفيق. دكتورة ألا يتطلب الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة استثمارات ضخمة آليات تمويل مبتكرة بما فيها إشراك صناديق التنمية شركات الخاصة القطاع المصرفي؟ نعم لذلك احنا قمنا الملتقى هذا وركزنا على رجال الأعمال ودور القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية في إعادة إعمار وإعمار اليمن. طبعا القطاع المصرفي والبنكي هذا العمود الأساسي اللي ممكن صحيح. ان احنا ننشط فيه الحركة التجارية والاستثمارية وتسهيل الأمور للقطاع الخاص بشكل عام لكن احنا وجهة نظرنا خاصة في هذا الملتقى اللي هو كيف نشرك القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية وندور لهم شراكات بحيث أن في هذه المرحلة أو بعد يعني إن شاء الله الاستقرار يكون في هناك شراكات سواء من شركات أجنبية أو خليجية أو محلية أنهم يعيدوا العجلة الاستثمارية والعجلة التجارية في اليمن. طيب دكتورة طرحتم فكرة التحضير لمؤتمر أيضا استثماري حول اليمن تحت مسمى الأمل. هل شرعتم في هذا الأمر أم أنه مرتبط بالتسوية السياسية تحسن الوضع الأمني مثلا؟ والله شوف الوضع الأمني معقد والوضع السياسي عقد نحن حاولنا أن نحن ننأب نفسنا عن السياسة ونركز على الاقتصاد وزي ما قلت لك احنا آراءنا وأفكارنا محطوطة للجميع أن يستفيد منها ويأخذوها بعين الاعتبار نحن لسنا متخذين قرار ولكننا نسعى كعقول اقتصادية كرجال أعمال ومستثمرين نحن ترسمون خارطة طريق نرسم خارطة طريق ربما يحطوها في عين الاعتبار لإعادة الأمل في اليمن طبعا احنا من مخرجاتنا اللي هو زي ما قلت لحضرتك إعادة الاستراتيجية واضحة بتكون للإعمار وإعادة الإعمار ونس ان احنا ان شاء الله نخلصها بننشرها بشكل عام ننشرها لكل الجهات المسؤولة انها تستفيد منها وبالذات لتخذيل القرار لإعادة الدورة الاقتصادية أو العجلة الاقتصادية. دكتورة هل تفكرون بتوسيع دائرة المدعوين وربما إشراك رعاة دوليين شركاء من القطاع الخاص مثلا؟ طبعا نحن نرحب بهذه الفكرة وإحنا طبعا هذه الانطلاقة الأولى حاولنا نحن نكون يعني مستقلين فيها ومحايدين بشكل أساسي فإحنا نرحب بالشراكات نحن ندعو للشراكات ونرحب بالشراكات طبعا طالما كانت أنها تحافظ على حيادتنا في الطرح الاقتصادي وفي الحلول الاقتصادية المعقدة نرحب بأي شراكات إن شاء الله وإن شاء الله أوردي إحنا وقعنا مع مجلس الوحدة الاقتصادية
شكر خاص لسعادة السفير محمد الربيع طبعا لدعم المنتدى، وقعنا معهم اتفاقية تعاون. دكتورة، ما الذي تتضمنه هذه الاتفاقية؟ الاتفاقية طبعا نشترك في الخبراء، الداتا اللي عندهم، طبعا عندهم ابحاث يعني عميقه جدا في اقتصاديات الدول العربيه كلها. طبعا هذه بتوفر لنا اكسس ان احنا ندخل للمعلومات، وطبعا الخبراء اللي عندهم، هذا بالاضافه يعني الى تجارب اخرى، بالاضافه الى التدريب، بالاضافه الى التاهيل، بالاضافه الى المظله القانونيه ايضا في الوطن العربي. نحن طبعا تاسسنا برعايه اللجنه الخاصه في البرلمان البريطاني في بريطانيا، لكن في الوطن العربي الحين مجلس الوحده الاقتصاديه اعطانا المظله اللازمه ان احنا نشتغل ان شاء الله خاصه فيما يخص الابحاث وتبادل الخبراء. نحن شاكرين لهم طبعا، تستاهلون كل خير. دكتورة، من وجهة نظر اقتصادية علمية وعملية في آن معا، هل تتفقين مع الطرح الذي يقول إن وقف الحرب وبدء مرحلة السلم الأهلي هي نقول شرط حيوي ومصيري لإعادة بناء الاقتصاد والتنمية؟ والله كأنك تسألني ممكن تنامي من غير ما تحلمي، يعني خلينا نحلم. نعم، ونحن متفائلين، ومهما طالت الحرب لابد أن تنتهي إن شاء الله، ويكون في سلام ووئام وتنمية ونماء، وتكون اليمن جزء لا يتجزأ من الدول اللي تشارك وتساهم في بناء اقتصادات الخليج واقتصاد العالم بشكل عام. فإحنا يعني نريد أن نخطط على الأقل، نفكر على الأقل أن إحنا نعمل شيء إيجابي. يعني كل الأشياء اللي تسمعها الحين عن اليمن للأسف سلبية سلبية سلبية. صح. خلينا نكون إيجابيين، ونحن عشتنا في الإمارات، تفكيرنا وخططنا ومبادراتنا كلها إيجابية. احنا عشتنا في الإمارات علمتنا الإيجابية بشكل عام. نعم، فخلينا إيجابيين ونفكر ونطرح الآراء الإيجابية اللي تساعد على التنمية والنماء والتعايش والتقبل الآخر وإدارة العجلة الاقتصادية اليمن والتنمية في اليمن بشكل عام، مش بس في الاقتصاد فقط، لكن الاقتصاد والتعليم والصحة وما يعني يشمله كل القطاعات، الصناعة، الأيدي العاملة، مشاريع الصغيرة والمتوسطة. الاقتصاد الجزئي مهم جدا في هذه المرحلة، جدا مهم الاقتصاد الجزئي، فاحنا مركزين عليه، المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشاريع الشباب. نريد ان احنا تعبنا، احنا نقول نسمع نشطاء سياسيين، احنا نريد ان نطلع نشطاء اقتصاديين. اقتصاديين، نعم. دكتورة، خلينا نتكلم عن جانب مهم ايضا في المجتمع، المرأة. كان ايضا للمرأة اليمنية حضور في خططكم وتصوراتكم لمستقبل التنمية في اليمن، وانت مثال حاضر للمرأة اليمنية الناجحة. كيف تتصورين مستقبل المرأة اليمنية؟ والله مستقبلها نابع من تاريخها، من بلقيس واروى وهؤلاء النساء العظيمات. طبعا المرأة اليمنية كان لها دور فعال جدا، خاصة يعني على مدى التاريخ. احترامي وتقديري لكل امرأة عاملة بشكل عام في الوطن العربي كله وفي العالم كله، خاصة المرأة اليمنية في هذه الظروف الصعبة. طبعا تحية خاصة وجه لها كل احترام وتقدير، ونريد أن نرى نساء في القطاع الاستثماري والقطاع التجاري والقطاع الاقتصادي، وإن شاء الله سنبحث عنهم ونشركهم معنا في المنتدى الاقتصادي إن شاء الله، ليكون شاء الله متوج بنجاح المرأة والنجاح الاقتصادي بشكل عام إن شاء بإذن الله. دكتورة مناهل ثابت، رئيسة المنتدى الاقتصادي للتنمية المستدامة، عضو الجمعية الملكية للعلوم وخبيرة اقتصاد معرفي، شاكرين لك حضورك. العفو أخي محمد، شكرا. We'll be right back.
للمرة الثالثة تهاجم الكوليرا اليمنيين بشدة، وللمرة الثالثة تفشل ميليشيا الحوثي في الأماكن التي تحتلها بالسيطرة على هذا الداء. بعد الفاصل سنبحث مع المسؤول الإعلامي في الهلال الأحمر اليمني أسباب الفشل باحتواء الداء رغم الأموال الطائلة من المانحين. ابقوا معنا.